السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 13 يوليو 2020. تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك عودة وبنك بلوم مصر 15 جنيه و94 قرش. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي والبنك الأهلي اليوناني بمصر وبنك سيب وبنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي الكويتي والبنك العربي الأفريقي الدولي 15 جنيه و93 قرش. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15 جنيه و92 قرش. سعر الدولار في بنك مصر إيرال للتنمية والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية 15 جنيه و91 قرش. سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15 جنيه و92 قرش. سعر الدولار في بنك قناة السويس 15 جنيه و89 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء 16 جنيه و73 قرش للشراء و 16 جنيه و83 قرش للبيع. بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية، سعر اليورو 17 جنيه و94 قرش، سعر الجنيه الاسترليني 20 جنيه و3 قروش، سعر الدينار الكويتي 49 جنيه و35 قرش، سعر الريال السعودي 4 جنيه و16 قرش، سعر الدينار الأردني 22 جنيه و16 قرش، سعر الدينار البحريني 41 جنيه و20 قرش، سعر الريال القطري 4 جنيه و19 قرش، سعر الريال العماني 40 جنيه و45 قرش، سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و31 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.